هلا اميغوس، انا ميرا. اذا انت اول مره بتشوفني على القناه يا بيبي لا تنسى انك تشترك في القناه بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر وفعل هون الجرس عشان دايما يوصلك نوتيفيكيشن كل ما ميرا الحلوه تنزل فيديو جديد. وبالمره لا تنسوا انكم تتابعوني على بقيه مواقع التواصل الاجتماعي، راح احط لكم كل اللينكس تحت. جماعه الاشعارات بعرف انكم لما قريتوا الفيديو اجيتوا على طول ركض لانكم هلكتوني، بدكم فيديو عن الامتحانات وانا مستحيل ارفض لكم طلب، احنا اسره مع بعضينا. خد لك ورقة وقلم عشان تعرف طرق المذاكرة قبل الامتحان شو هي. اول شي يا بيبي نعرف شو هي مهام اليوم تبعنا وشو رح نذاكر. بعديها ناخذ المادة اللي احنا رح نذاكرها ونقسمها لفصول، مثلا باستعمال الستيكرز. خلاص احنا هلا قسمنا المادة لفصول، بعدين شو نسوي يا بيبي؟ نبلش نقرا الفصل الاول من خلال العناوين، عشان هيك تسلسل هذا الفصل بيصير في دماغنا. مثلا نقرا عنوان الفصل الاول شو هو، بعدين عنوان الفقرة الاولى، بعدين العناوين المفصلة للفقرة الاولى. بس نخلص نمر على عنوان الفقرة الثانية وبعدين نقرا العناوين المفصلة للفقرة الثانية، وهيك لما بين نخلص الفصل الأول. بس نخلص هيك بتكون عنا فكرة شاملة على الفصل الأول شو فيه. بعدها نرجع نقرأ قراءة سريعة للشابتر الأول أي الفصل الأول، وناخذ معنا هايلايتر ونسطر على كل المعلومات المهمة واللي لازم نحفظها. قراءتنا لازم تكون قراءة تفصيلية بكامل التركيز، ما بيهمك البر المسلسل الشغال اللي أمك عم تحضره، ولا يهمك صوت رفيق أخوك اللي برا اللي عم ينادي. عندك هذا الفصل لازم تركز عليه وتصير بتشغل مخيلتك. شو يعني إنه نشغل مخيلتنا وإحنا عم نقرأ؟ يعني وانت تقرأ رح حاول انك انت تجسد كل هاي المعلومات على شكل صور واحداث عم بتصير، وهذا الشي بطبعه رح يعلي ويحفز كتير من تركيزك. وهيك بنكون خلصنا الفصل الاول واحنا فاهمين كل شي. بس تكمل هاي المرحلة ترجع للاشياء اللي انت سطرت عليها وبترجعها وتحفظها عن طريق زي ما قلنا التكرار وتخيل الاحداث. النقطة هاي كتير مهمة ودايما نبهتكم عليها ودايما بقلكم عليها ورح ظلني دايما نقول عليها. إذا أنت أول مرة بتشوفني وهذا أول فيديو لإلك، بنصحك إنك بتشوف الفيديوهات اللي أنا صورت عن هذا الموضوع. رح يجيك إشعار هون أو هون عن تو بلاي ليست، لما يكون عندك الوقت الكافي روح أحضر هاي السلسلة. دايما بقلكم ركزوا على ملاحظات الأستاذ، ودايما بقولكم دونوها في هاي المفكرة. فهلا رح نسحب هاي المفكرة اللي أنتوا أوريدي دونتوا فيها ملاحظات الأستاذ على شو أستاذكم بيركز. هالنقاط ضروري جدا انكم بتذكروها، لانه 99.99% رح تجيكم في الامتحان، لا مفر يا بيبي. خلصتوا هلا كل النقاط، برافو يا بيبي. نجي لهلا لاخر نقطة اللي هي اكيد بتكون اهم نقطة اللي هي مرحلة الاختبار. عندي طريقتين وانتوا اختاروا شو بيناسبكم. فيكم انكم تحطوا اسئلة شاملة لحالكم وتختبروا حالكم بحالكم. اذا لو مكسلين على هذا الشيء تاخذوا الباغاسكولير، الكتب اللي انتم تشتروه من المكتبة اللي بتكون فيها سلسلة التمارين، تاخذوا هذا الباغاسكولير وتاخذوا احد الامتحانات اللي متوفرة فيه وتبلشوا تحلوا، او عادي انكم تاخذوا امتحانات قديمة تبع السنوات الماضية. وهيك جايز بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم التوفيق والنجاح في الامتحانات تبعكم. اكتبوا لي تحت في التعليقات اذا بدكم صور لكم فيديو كيف بتسووا ملخصات. هلا وبيبي انا خبرة في هذا الموضوع، انا من النوع اللي مستحيل ابدا يذاكر بدون ما يسوي ملخصات، يعني الملخصات اللي بذاكر فيها مستحيل اذاكر بالكتب. وكمان اذا بدكم نصائح يوم الامتحان، اي يوم الامتحان، كمان اكتبوا لي تحت في التعليقات. وهلا بقلكم ديروا بالك مع حالكم احلامكم وقلوبكم، نلتقي ان شاء الله بالفيديو الجاي. ارمانيا بيبي، سلامات يا هوا، بسلامة، باي. امتحانات قربت اونانا وانا لازم هلا اروح ذاكر اونانا.